الرضاعة الطبيعية في الساعات الأولى بعد الولادة. خلال الساعات القليلة الأولى بعد الولادة يتجه معظم المواليد الأصحاء نحو أثداء أمهاتهم بشكل غريزي، ويتعلقون بها بأنفسهم. تمنح هذه الرضاعة الطبيعية المبكرة الطفل بداية صحية. تحافظ ملامسة جلد الأم بجلد الطفل مباشرة على درجة حرارة جسده، كما تثير غريزة الرضاعة لديه. سيستفيد الطفل من حليب اللباء، وهو الحليب الأول الغني والوقائي، كما تساعد رضاعة الطفل على انقباض عضلة الرحم وتسرع خروج المشيمة. الرضاعة الطبيعية المبكرة ضرورية لتقوية أواصر المحبة مع طفلك. يعرض هذا الفيديو العملية الطبيعية لبدء الرضاعة الطبيعية في وقت مبكر من خلال الحديث عن ثلاثة مواليد. بعد الولادة مباشرة تم وضع الطفلة على بطن أمها. تتأكد القابلة من أنها بخير أثناء تجفيفها بقطعة قماش نظيفة. تترك الطبقة البيضاء الحامية على جلد الطفل، ثم تضع قطعة قماش جافة ونظيفة. تجد الطفلة ثدي أمها عن طريق حاسة الشم، حيث تكون رائحة يديها كرائحة السائل الأمنيوسي، وهو ما يساعدها على إيجاد الحلمة التي تكون رائحتها مماثلة. لهذا السبب المهم لا ينبغي تجفيف يدي الطفل، كما ينصح بألا تغسل الأم حلمة ثديها قبل إرضاع طفلها. تبقى الطفلة على صدر أمها لمدة لا تقل عن ساعة بعد الولادة أو لما بعد الرضاعة الأولى. يمنح جسد الأم الطفل درجة حرارة مثالية. يكون معظم الأطفال متيقظين تماماً في الساعات الأولى. راقب كيف أنها تفتح عيناها وتستشعر وتشم ما حولها، ثم تبدأ بتحريك قدميها ويديها وجسدها وهي تقترب تدريجياً من ثدي أمها. قد يأخذ الطفل قسطاً من الراحة بين فترات النشاط خلال الساعة الأولى بعد الولادة. لاحظي إشارات استعداد الرضاعة. تفتح فمها بشكل واسع وتضع يدها في فمها. باستخدام حاسة الشم والتي تكون مكتملة عند الولادة، تتحرك الطفلة نحو حلمة أمها التي تحمل رائحة مماثلة لرائحة يديها. تعثر على الحلمة بنفسها وتحاول إمساكها بيدها وفمها. أخيراً تأخذ الحلمة، تتعلق بها وتبدأ الرضاعة. من الأفضل ترك الطفلة تتعلق بثدي أمها بنفسها. حاولي ألا تساعد الطفلة على التعلق بثديك أو دفع الجزء الخلفي من رأسها. إن القيام بذلك قد يربك الطفلة ويعيق ارتباطها بثديك. يجب ترك الطفلة على صدر أمها لمدة لا تقل عن ساعة حتى لو أنهت رضاعتها. هذه الأم تتوقف لترتاح قليلاً قبل متابعة عملية الدفع. لقد تم وضع الطفلة على بطن أمها مباشرة وتجفيفها بقطعة قماش نظيفة. تتحرك وتبكي فوراً. لم تجفف يداها لكي تبقى رائحة السائل الأمنيوسي عليهما، بحيث تجد حلمة أمها. تمت تغطية الطفلة بقطعة قماش نظيفة وجافة. تركت الأم وطفلتها بهدوء ودون إزعاج. منذ لحظة ولادتها تبدو هذه الطفلة متيقظة ونشيطة، تنظر حولها وتشم وتستشعر محيطها الجديد.
لاحظ إشارات الاستعداد للرضاعة، يسيل لعابها وتستكشف يدها من خلال فمها وتمص إبهامها. بفضل حاسة الشم المكتملة لديها تبدأ بالتحرك نحو حلمة أمها. الآن تمد الطفلة لسانها لتكتشف منطقة الحلمة. على الرغم من بصرها المحدود، تنظر الطفلة إلى أمها. تأخذ الطفلة الحلمة وتتعلق بها وتبدأ بالمص. ترضع الطفلة حتى تشبع، ثم تغط الطفلة وأمها في النوم. تم وضع هذا الطفل على أمه بحيث يلامس جلده جلدها بعد الولادة مباشرة. تم تجفيفه جيداً باستثناء يديه، وقد تمت تغطيته بقطعة قماش نظيفة وجافة. عند إعادة وضع الطفل، تم وضعه بحيث يكون فمه أسفل الحلمة، لأنه عادة ما يتحرك معظم المواليد للأمام. هذا الطفل يبدو عليه النعاس، ويحتاج مزيداً من الوقت ليستعد للرضاعة، على الرغم من وضعه مقابلاً لجسم أمه ويلمس جلده جلدها. هذا ليس غريباً. الآن لقد تنبه الطفل مجدداً، يبدأ بلمس واستشعار وشم ما حوله. بتحريك قدميه ويديه وجسده، يبدأ تدريجياً بتحريك نفسه نحو ثدي أمه. يحرك الطفل رأسه باحثاً بفمه عن حلمة أمه. يأخذ ثدي أمه بملء فمه، يتعلق به ويبدأ بالرضاعة. ينبغي على القابلات الانتظار حتى انتهاء الرضاعة والملامسة المباشرة للجلد لمدة لا تقل عن ساعة واحدة قبل تقديم الرعاية الروتينية لحديثي الولادة. يمكن للطفل الحصول على الرعاية الأولية كفيتامين كاف وحماية العين وهو على صدر أمه. انتظري يوماً واحداً على الأقل قبل الاستحمام الأول. وإذا أردت الانتقال من غرفة الولادة إلى قسم ما بعد الولادة، ضع الطفل على جلدك مباشرة عند أول فرصة ممكنة. ذلك سيفيد الطفل. دعيه يتعلق بثديك بنفسه. احرصي على إرضاع طفلك من حليبك فقط، حيث سيكون ذلك بداية جيدة للرضاعة الطبيعية وحماية للطفل من المرض، ويساعد على إنشاء مخزون الحليب الخاص بك. لا تعطيها ماءً أو ماءً محلى أو شاياً أو حليباً صناعياً أو أي شيء آخر غير حليب الأم. رضاعة الطفل من حليب أمه فقط لمدة 6 أشهر مفيدة جداً لصحته. تذكري، ضع الطفل على جسدك مباشرة بحيث يلامس جلده جلدك بعد الولادة. لمساعدة طفلك على إيجاد ثديك، لا تغسلي حلمتك، كما لا تسمحي لأي شخص بتجفيف يدي الطفل. احمي طفلك من خلال إرضاعه من ثديك فقط خلال 6 أشهر الأولى بعد الولادة.